نسأل عن كل هذه الأمور مع رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب من دبي. أهلا بك معنا رائد. خليني أبدأ بأسواق الأسهم، يمكن اللي بدأت بالأمس تعود للارتفاع بعد ضغوطات واجهناها من قطاع التكنولوجيا. اليوم أيضا عم تفتتح الأسواق الأسيوية على نوع من التباين، يعني كيف نتوقع التحركات اليوم على وقع خصوصا ما يعود إلى الساحة من مواجهات وترامب الذي يقول بأنه قد لا تستمر يعني العلاقات التجارية مع الصين، أو ربما المرحلة الثانية قد لا ترى النور؟ يعني وجدنا يوم أمس ارتفاع واضحة في أسواق الأسهم الأمريكية، والمؤشر الداو جونز تمكن من تحقيق ما يقارب 600 نقطة بالارتفاع، وذلك بفضل يعني حقيقة قلة قليلة من الأسهم. 8 أسهم فقط كانت ارتفعت بشكل واضح وحركت معها مؤشر الداو جونز، بينما 22 شركة لا يزال أدائها سلبي. والملفت بالانتباه قطاع التكنولوجيا يعود مجددا للارتفاع، جي بي مورغان مع إعلانات الأرباح التي أظهرت نوعا ما أنه ليس متضررا بشكل كبير جدا كما كان متوقع من أزمة كورونا، ولا يزال في مجموعة تحقيق الأرباح أو في منطقة الأرباح، هذا أعطى ارتفاعات لهذا السهم. كذلك أيضا لدينا يعني بعض الإيجابيات المرتبطة باللقاح الجديد وشركة موديرنا والارتفاعات فيها، ذلك أعطى وغذى إيجابية في أسواق الأسهم يوم أمس وعزز الارتفاعات، لكن يعني ليست مستقرة كما ينبغي بنتيجة الكثير من القلائل، وعلى رأسها موضوع العلاقات التجارية الأمريكية الصينية والتوترات الأخيرة في هذه العلاقات في وقت صعب جدا، وهو يعني جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية، مزيد من التوترات الجيوسياسية قد يحرك الأسواق بفولاتيليتي وتذبذب واسع النطاق أكثر خلال الفترة القادمة. ممكن يكون هو بنفس الوقت في عندي تباين كبير بأداء الأسهم العالمية والأسواق المالية إجمالا، وهذا التباين يعني سيكون مرده إلى القطاعات المتضررة من أي توترات في التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت القطاعات التي تتعافى حاليا من جائحة كورونا وتعود للارتفاع مجددا. ويعني أعتقد هذا هو الأساس، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بتطوير أو تأجيج العلاقات في الفترة القادمة، ولكن ما نراه حاليا هو عملية مبادلة للتهديدات مرة أخرى في ظروف نوعا ما تعتبر صعبة، وبلا شك كان لها تأثيرات كبيرة في الفترة الماضية مثل هذه التصريحات المتبادلة، وممكن أن يكون لها تأثير أكبر في الفترة القادمة. نعم، يعني احنا شايفين حتى الذهب يمكن رائد عم بيعود للتراجعات البسيطة، لكن ما زال محافظ على مستويات 1800 دولار. في ظل هذا التصاعد والتوتر الصيني الأمريكي برأيك، هل ما زال في مزيد من العزم للذهب، أو هناك مزيد من الارتفاعات قد تواجهها، أم كانت هذه القمة اللي وصلنا إليها؟ حقيقة يولد حاليا الذهب أو يعني باستقراره قرابة 1800 دولار عزم جديد بالاتجاه الصاعد، ومجموعة جديدة من السيولة تدخل في هذه المستويات، ولكن أعتقد يعني شرارة الانطلاق خلينا نقول لمزيد من الارتفاعات قد يكون مصدرها صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والبنوك المركزية على وجه التحديد، و يعني دفع أكثر ببرامج تيسير نقدية قد يعكس ذلك ارتفاعا في كلا الأسواق، أسواق الأسهم وأسواق الذهب في آن واحد، نتيجة ترجمة لمستويات تضخم مرتفعة في الفترة القادمة قد تحدث. استقرار الذهب فوق المستويات الحالية أو قرابة 1800 دولار للأونصة، ويهيئ حقيقة للمستوى الأول وهو الكي بوينت عندنا 1824 دولار للأونصة. اختراق هذه المستويات قد يفتح مجالا واسعا أمام الذهب لإضافة حوالي 60 إلى 70 دولار للأونصة. نعم، طيب بالنسبة للبنوك المركزية، يمكن عم نراقب اليوم أيضا القرار الذي سيأخذه بنك كندا المركزي، إلى أي مدى يعني ممكن نشوف عملية التثبيت، وهل سنرى أدوات تمويلية جديدة قد يضطر إلى استخدامها خلال هذه المرحلة رائد؟
بلا شك البنك الكندي توقعات تشير إلى أنه سيبقي على السياسة النقدية كما هي دون تغيير عند أسعار الفائدة، ولكن الأنظار متجهة إلى البنك المركزي الكندي وسواء البنك الياباني أيضا اليوم، كلاهما يتجه إلى إمكانية يعني الطرح حلول جديدة تيسيرية أو تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة أو حتى برامج تيسيرية في الفترة القادمة، لأن المطلوب منها أكثر بكثير، لأن القطاع يعني كندا كاقتصاد تأثر بشكل بالغ بنتيجة يعني علاقاته التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتراجعات التي حدثت في الأسواق الأمريكية انعكست كما هي في الأسواق الكندية، وأيضا ارتباط الدولار الكندي كان كبيرا بالفترة الماضية بأسعار النفط، والكورليشن بينهم كان عند أعلى مستوياته كمعامل ارتباط، وسبب ذلك الضغط نوعا ما. ولكن المطلوب حاليا ببنك كندا المركزي مزيد من الحزم التيسيرية ومزيد من الحزم التيسير المرتبطة بشراء سندات لقطاع للشركات في كندا. نفس الأمر ننظر إليه من اليابان على وجه التحديد، خصوصا مع تراجع مستويات الصادرات بشكل كبير وعدم جاذبيتها في الفترة الحالية بنتيجة ظروف كوفيد 19. أعتقد تحتاج البنك الياباني المركزي إلى مزيد من التوسع في برنامج التيسير النقدي المتبع، وإن كان قد أصبح ضخما بشكل كبير ولكنه مطلوب في الآونة الحالية. نعم، يعني النفط أيضا وين عم نتجه بعد هذه المكاسب اللي عم بيشهدها برنت فوق مستوى 43 دولار من جديد رائد اليوم؟ هل سيحتسب قرارات أوبك بلس برأيك بعملية التخفيض للإنتاج اللي بدأوا بمايو ب 9,700,000 ومرتقب أنه يكون ب 7,700,000 هذه المرة، أم هو أيضا أكثر ارتباطا اليوم بحجم المخزونات اللي رح نشوفها والتي بدأت تتراجع حسب معهد البترول الأمريكي؟ يعني عم نتحدث نحن عن فارق ما بين الطلب وما بين العرض ما يقارب أو يناهز حاليا 15 مليون برميل. ممكن مع عودة الطلب للارتفاع بعض الشيء ممكن يكون في عندي يعني تحسن، ولكن الضغط مطلوب. لولا هذا البرنامج، لولا هذا الاتفاق لم يكن موجودا سوف، وإلا وجدنا أسعار النفط متراجعة بشكل حاد وكبير جدا ودون 20، مع فقدان في الثقة، لأنه فقدان الثقة يغير اتجاهات بشكل كامل. ما يوجد حاليا هو ثقة في قطاع الطاقة وفي قطاع النفط نتيجة وجود هذا الاتفاق ونتيجة سواء كانت التخفيضات الجبرية أو الطوعية التي تحدث من المنتجين في الوقت الحالي. أعتقد يعني الحلقة المساعدة بالنسبة للنفط حاليا هي المعروض النفطي، يعني المعروض النفطي والاستقرار والاتفاق على أن يتم تمديد التخفيض لفترة أطول حتى يكون هناك تعافي في الطلب وفي الأسواق بشكل عام، مع عودة افتتاح الاقتصادات بشكل أكبر، مع عودة الطلب بشكل أكبر، وعودة القطاعات لا تزال متوقفة حتى الآن، لعل أبرزها يعني المتأثر أكبر بشكل أكبر هو السياحة والطيران إجمالا أو الأفييشن. في نفس الوقت نحن ننظر إلى أن النفط كعامل طلب ليس محفزا كما ينبغي، ممكن أن يكون مزيد من الدعم بتخفيضات جديدة في الإنتاج قد يدعم أسعار النفط للعودة ما فوق مستويات $50 للبرميل، حتى ولا نزال نحن ضمن الأزمة، فماذا بعد الأزمة وبوجود دولار أمريكي منخفض بنتيجة السياسات التيسيرية بشكل كبير ومعامل التضخم كذلك الأمر. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإيكويتي جروب، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.